خلقوا مشكل داك مضطر اللي هو فيه داك الساكن في الوقت اللي تيبداو له في العمليه ديال الاصلاح وداك الشيء ما تيكفيش كيولي هو الوضعيه ديالو الماديه مدقدقه واغلبهم فقراء وتيولي خصو يمشي يتسلف باش يكمل هذيك العمليه اللي بداو له حتى كاين البعض تيولي تيقول لك من الصاب كون ما تدخلش في هذه العمليه هذه وكون خليت المنزل ديالي هي كيف ما كان فانا ما بغيتش ندخل في حقه في التفاصيل لان عندي حالات كثيره السي قيسم تاع عارف هذا السي هذا ومشكور راك دخلتي في واحد عدد الحالات اللي حاولتي تصلحه ودرتي المجهود ديالك ولكن الطريقه باش كانت تعمل هذيك لجنه السيد الرئيس وراكم طلعتوا على الخبايا ديالها كان فيها واحد اللعب مفضوح كان فيها واحد اللعب مفضوح كل شيء لا إن انا ما بغيتش ندخل ونبدا نعطي الاسماء ولا شي حاجه ما ماشي من الطبيعه ديالي ولكن اليوم السيد الرئيس هذه العمليه راه صراحه خلال 4 سنوات الحالات اللي تكلم عليهم راه كنا نديروا يعني هذاك العدد نضربوا في العشرات ويكون تسالى وبطريقه تقنيه يعني سليمه والناس كلها تستفد ماشي حتى الاستفاده راه حق ما خصناش نقولوا الاستفاده هذا حق ناس جالسه مهدده بل اكثر من هذا كاين اللي نهارت الدار ديالو والناس راه خرجت اليوم راه مسوتي راه نعطيكم الاخوان بعض الحالات اللي ما لقاوش حتى فين يسكنوا حتى الكرامه ما لقاوش انك تعرف واحد تيكون كريم 100 درهم ولا 150 درهم 200 درهم وضعيه لا تيخرج كيمشي يعني بيت واحد وفي السطوح وما يلقاش حتى ب 1000 درهم يعني زدنا في الحق زدنا الوضعيه نتاع واحد بعض الاسر و لا اله الا الله محمد رسول الله نقول سيد الرئيس الله يعطيك السلامه ما بغيتش نطول في هذا الملف هذا راه اليوم كاينين حالات اللي راه بداو لهم الاصلاحات واقفه كاين الحالات اللي وعدوهم خلال شهرين او 3 اشهر وتنتهي كاين اللي بقى سنتين السيد الرئيس سنتين وهو في دور الكراع في دور الكراع وما عندهوش وكاين منازل اللي راه عايله للسقوط الان دورجونس كيف قال السي قيس ولا تبع على ديك المسطره اللي تيتكلم عليها راه غادا طيح راه المسطره جد ثقيله مسطره جد ثقيله بال بي دي جو بياكد بان سميتو رجعوا لا كوميسيون صافق لا كوميسيون باس عاد يعطي لافال للسي قيس باش يعني اخص شويه نتاع لا سوبليسمون تاع هذه المسطره راه ضروري خص وحنا في هذه الحاله نتاع كورونا راه ما بقاش التعقيد نتاع المساطر واضحه الامور لما قال بعض المنازل اللي ما كانتش محسيه ودخلات شوف السيد الرئيس راه دخلت منازل اللي كانت غير خرب وتبنات ومنازل ايلا للسقوط وما تحصلش منازل ساكنين فيها الناس ومكفصه في واحد الحاله يرثى لها وما دخلت ما بغيناش في الحق ما بغيناش في الحق نعطيو بعض الاحصائيات غدا تزبد شويه نتاع البلبله من استفد استفد الان ماشي اشكاليه ولكن راه كاين حالات اللي دابا جد مستعصيه وراه نقول لكم السيد الرئيس والله الا بعض الديور الان كون كانت عاود طيح السار غدا سيرو تشوفو تيجيني سيرو تشوفو تيجيني سيرو تشوفو جد الاحلامات سيرو تشوفو داخل المدينه القديمه والله العظيم السيد الرئيس بلا ال بي دو جو بلا هوني حزاني اي مواطن عادي اي مواطن عادي يوقف في بلا فيو ديالو ما يقدش يدوز من تحتنا يهرب فلهذا الله يعطيك السر هذا الشيء راه طال كنا تنقولوا غدا السنه في 2022 العمليه نتاع 4000 حاله احنا دابا دخلنا ل 21 راه ما دايرينش لا اظن واصلين حتى 20% لا ما واصلينهاش السيد راه سيدنا فوقاش غادي نكملوا فوقاش غادي نكملوا غنكملوا حتى 2030 ايوا عاوتاني اللي طاقه تبدل كيف قال السي قيس دابا مشكور راه تقني وكنعرف راه تقني وكنعرف الكفاءه ديالو راه اللي كانت في الدرجه 2190 اليبوك اللي كانت في الدرجه الثانيه والثالثه راه ولات دابا في لورجونس عباد الله يعني الا زدنا تاخرنا راه لي طاي يعني راه غتمشي